السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنا توا عن دعوض يا الميل والبودوني الضافيه قد كجوكتان كنا سوى هذا برنامج كوعي هذا كجيمانة يسوى مال التي في مجال ذا مينيابليس أنت وحنو كفر حسننا هاي شيخنا الشيخ عبد الرحمن بشير مفكر كإسلامي جاء عرمها جيسك يوليبا سياسة ده صفي عن إنه وفلا قيئ إن بلندات كي كحرين هنا كفا إذا استان إن مركله وبرنامج كمرتي إنه ويا هاي سيدا عاد لسعوتان با أم بعد عركتين إعلان كي هوري أن إذا لسو وذاقني وحنو ما أنت برنامج كان كو فلا قيئنا إنه سياسة ده مستقبل كا أما مستقبل كا إن أما سعداشة مستقبل كسياسة ديد إدل كجبوتي سيدو كالي دبها مرايكنكا دابنكا دينتا شينها إيموغانتا وعيقا دادك رير جبوتي أيينو حوقو كسارينا وورانتين وحان جعلهاي شيخا ايند لسو لويسان شعبد الرحمن أهلا بك كسو برنامجك وعي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أدبون دوا هايد شيخ دوليدين ونقوم هناك يا سيد في عن البرامج كمدير طريقة يو استاذ سياد وهكذا بينو جوا قد ما ندوي هنا أنا إن دقيسنا والسلام يا السلام عليكم ورحمة الله شكرا شيخنا بارك الله فيك وجزاك الله خيرا وهرنت أنكو بلعبه مستقبل كسياسي جا جبوتي جا ما حديد أي الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وحي الله إلى هذا أفكا عربي محددات وحي الله حديدة marka la eegayo mustaqbalka waxa badi la eegaa haadirka imika sida uu yahay baa la eegaa marka aad eegtid haadirka jabuuti waxa ku soo baxaya laba arrin oo waaweyn waxa ku soo baxaya qawaaid askari ah oo si aan caadi ahayn dalka u degan oo aan isleedahay waxa u dhaxaysa jabuuti saddex arrimood وضن حرة وضن ويسايك وزيرو مسؤول لغي هاي مسا وضن لها استواء باكا غصو بحيا مركا دي اكتسيد او جوغان مارتي قواعد ايضا مضا مرايكا فرانسيسكا محان كلا دا شينها سبانشكا تريانيكا وغيرهم جبانكا حتى مرن دقنا هوتيل لكويا لجبوتي وحا جوغي جرم العيد ما اوبلن بالغيره الصوماليه كبدا هاي لوجيستيك يو جوغا كواس لوجيستيكس ولذلك مقال لو قري بيشك الجزيره وها لو قري نفود اجنبي يوفر نحو خمس دخل البلاد وعنوان وحال جوغيتان اجنبي او كانسدي marka loo qaybiyo dakhliga dalka soo gala shan meelood meel ahaan keena معناها جوجيتان كاس بابا كهربا او دقاليه دلك ايا لوو خري ان عيدماسي ودك جوغان اي سو فايديان خمس خمس بو شمرود ملها مكا لغا هادلي ما حددي وخا حددي وخا ويان ارنتاس ارنتا ما كولي وا جوجيتان كا عيدما اجنبي اه او سي ان عادي هي او جوغون مانتا ان اسكو وريسن دون ارنتا لبااد بو غنبا كا جوابيا بوغن حال هذا القيادة هجامية هجامي leadership yes وحقري هنري كيسنجر كيسنجر نعم بوغو صدر كيسيد عربي ولغة ترجمي انجليش نقولي هاي افكر نقولي هاي لا شنب قول وبيج وين وشنب قول وبيج وحكاه الله يلح دراسه واستراتيجيات كعالمي كجوابية ما شاء الله يوكه الله يا بوغا سوق نوغ جواب يا مستقبل جبتي هو نوغ جواب يا ارقتيده هوغانك و ليهي سيد لو بداديو ام با ارقتيده هوغانك و ليهي سيد لوغه بخي ديباتو سيده وي مارك سيد بوغا مركا بوغان و هو كجواب يا لخ نين او دويدا سو مامولاي او مرحله ادق او لوغ جيري ددك ودنلدي ام ببخي كساري يو كان يا سوغا سارين جيبوتي مركز وحي كوحيرانتا هاي مستقبل كيغا سياسي هو كان كيمن دون اسماعيل عمر جيل الدبدي هادو هاي فيجن كدوين كاسماعيل عمر وهاي بعدين ما دير فهمتي تفيعا اسماعيل عمر وهاي ادوك سوكا ماشان وحنا كقاعدة ساي رقم رايك انا شي دوران لكن وحال الرباقف وحن
إذا مدن جوجا دلك كخفي فيها كل إريا كل يريا إسلام كاسينا كأن سوريشين أه جيبوتي معها مال لسكوها للدليل ولا سكوها يستاهل ومال آنن وبهنين إذا ما هي جوار حب بدن لكن سكر ونوع لقطة دقاره الخمس كه جزيرة قرطاس وما يرانا أي مركز أدو يرانا لكن واحد دقاره كله لكان كرون بديل وبديله وأدو فرب بدن بالكان كرام وبهنين إذا ما لعك قدتي كرتين مركز لا بد الشيء ومحب سياسة الجيبوتي مستقبل كي يقوم عقوده لا بد عليهم وأنا صفي على لفهمه وجوجيتاك إذا ما داس يهجان سياسات أو سد أردق ملها إذا ما دا سوليشن كهرا أركتك عليه مركز بان قرن كرنا هالكي جيبوتي ولا غلاسة كرتي سد كري وحن كوشنا الموضوع دبها مريكانكا سالو معنى إنكرا دبها اس مريكانكا horta mareega ku waa awood koobadii adduunka weeyaan ugu yaraan 15 sano soo socota ilaa 22 inta u dhaxaysan awood koobad buu ahanaya kartay oo aan lagu la dagaalamin meesha uu taagay awoodiisu aan waxaan u keenay waxyaalo badan oo uu haysto marka dubaha mareega ku waa saddex gudub aan isticmaalin waa saddex waxa weeyaan qaraarka decision ka بوانك عالمي ساك عن تفاير مركب الدبو الدبو كنا ربطنا كاسي هلا هلا عنا قبطين ولا قوس منيا هذول ربطك هلا يقول ولا يقول يا مركا وحن وجه ده هل كان دورش أساس أعتبر أيك كا نوفمبر واحد يحمل يدون تام مدح وينا وضك صوحة كم ترامب لهذا هي قبل هايرس لو ده يحمل يدون تام ترامب wuxuu sheegay in uunan ogolaanayn inuu ku jiro dagaal caalami ah oo ciidamadiisa soo qaadan doono waa dubi iyo qas iyo kamitaan wuxuuna sheegay in uu ciilaaqaadka ruushka la soo cishan doono kana qaadi doono cun qabateynta hatta wuxuu sheegay shalay tole si loo badbaadiyo dollarka mareekanka waa in xitaa iraan laga qaado cun qabateynta waa kasi kala dhaqmo cun qabateyntana adduunka ku hayno dollar keenay babinaysa wa dubowaya faranka jibuutina wuxuu ku xiranyahay dollarka mareykanka breakisna waxa ka sheekeynaysa imika shirka dhici doona ruushka ayaan dhawayto waxa laga hadlayaa ma la sameyn kara lacag kale amba system kale oo dhaqaale oo lagu xiranyo dollarka wa dubow arinta labaad badraqada labaad waxay soo xabeen mareykanka ciidamadiisa jooga jibuuti وعيدمدا كوباد ايجيسكا افريكا قاره افريقيا وانا عيدما كشقيا الا اي ايران الا اي هنديا الا اي افريقيا برتمي كشقيا وعيدما مهم اه وعيدمدا امرك لغا بخيو حمر ان سياسيته تغير امريكا هرغريتيد عيدا كان بهرغريا صوره كيكا يكا يكا تابتا marka ciidamadaasina waa madaraqad labaad oo Djibouti dhaxta lagu yeeray arinta saddexaad ee madaraqada wax weyn ee muhiim ka inuu fahmo ee dubaha saddexaad ee dubaha saddexaad ee Mareykanka oo Djibouti la dul joogo wax weyn waa shuruud adag oo imika Mareykanka uu ka fikiray inuu Djibouti saaro si ay u sii socoto joogitaanka ciidanka iyo gargaarkooda walidalika madaxweynaha Djibouti jaynaha waxaa lagu soo dhaweeyay imika sida madaxweynaha ugu madaxweynaysan Mareykanka ee Afrika shirkii imika Afrika jaynaha number 1 waxaa ka madaxweynaha Djibouti maxaa yeelay madaxweynayaasha kale istaraatiijiyada ay wataan iyo istaraatiijiyada Ismaaciil Cumar wato aad u kala duwantahay waxay u kala duwantahay madaxweynayaasha kale istaraatiijiyada dhaqaale wataan isagoo Ismaaciil Cumar wataa dhaqaale waa sheegi doonaa laakiin waxaa ku jira ibadbaadi labadooda ay qabso baa ruushiya waxa ay sheegay waxa ay qabay Mareykan Mareykan ma ka soo baxsanaya laakiin badbaad qaraba markaasi jeenuhuna uu fahmay qof ku soo duday wuxuu soo dhaweeyay sidii ni soo duday oo u baahan badbaado marka madaraqadu waa taas weeyaan dubu xarujin kartay safi amad oo macnaheysa sheekhana sidoo kale waxa la isweydiin karaa maxay tahay mesela أما محوي حي طبين كشينها مرك هدي لغط ضي صجا ودين عيسى لسكوب بوصي لفتر كيسو دبين كيسو محوي شينه استجنا أدم نور يدور ما تا
waxa uu haystaa wax la hado damin deenid oo wadannada Afrika oo dhan ay ku shumeen hal triliyoon oo dollar buu isticmaalay oo aqaliyada wax qali kara ma qaarada Afrika wuxuu siiyay Afrika wadanno aad u fara badan oo yaab badan leh oo haggan igu qoran qaarkood Angola Ethiopia Masar Nigeria Kenya dhammaantood waxay ku dhaceen dabinka deynta ku dhaceen Sri Lanka wuxuu qaatay wadankii marka dabinka deynta ay ku dhaceen laba macno leedahay labada macno jibuuti ku dhacday macno weyn waa deyn badan natiijo lahayn lacagta wadanka soo gashay waa qeyl caadi weyn laakiin natiijo ma leh resultaat ma leh lama arkayo wadankii oo dhismay bal waxaa la arkay wixii uu bixiyey oo dumay dikadii oo jarabay dadkii guryo la dhisay oo dad lacay waay marka hadduuba dhaqaale badan iyo lacag badan uu gelinayo maxaa loo arki lahaa isagu wuxuu u gelinayaa inuu ku qabsado uma gelinayo inaa horumar gaadhid sida shirka imika aan waa ka warami doonaa shirkii dhacay usbuucan ee dhex maray Mareykanka iyo shiinaha iyo Afrika waxaa lagu tilmaamay shirka at-takatuf lidafci tahdiis garab isqabasho si aan horumarka u dhaqaajino horumar uu jiraayo waan dafcinaynaa la socoya si aan u dhisno mujtamac jayna iyo afrikanana oo mustawa sare leh mustaqbal weyna leh qalkaas shirku saas u ahaa gartay laakiin shirka markii culimadii khubaradii dhaqaaluhu ay baareen lacagta afrika gashay waxay sameyn lahayd qaarad kale oo afrika laakiin ma ayna sameyn marka fakhri wakas dabinkii waa kaas ku dhacay dadkii arrinta labaad waxa weeyaan lacagtani waa la daba socday halkay tagtaa waxay bararisay madaxda iyo qoysaska madaxda ku xidhan intaas aa bararay shacabiguna ma bararin uu cid samay bay fahanta markaas si fiican marka taasina waxay keentay in jahinuhu uu maanta ka shaqaynayo inuu dhammaan afrika oo dhan ku rido halkaas waxaana ugu khatarsan oo halkaa ku dhacday dowladda Jabuuti oo ka sameeyay saddex mashruuc oo sheegi doono oo aad u waaweyn kirtay oo kaas follow up question markii dabinkaas lagu dhaco dowladda dabinka ku dhacday maxaa ku dhacay ma waxay u dhagan nugulaanaysa cidii deynta kulahayd natiijada uu ka sugaayo inuu ka helo dadka deynta uu ku qarqiyay faraha uga qaaday maxay tahay okay isaga deyntiisu waa hadafaysan tahay hadafkiisana maanta waxa weeyaan ujeedada uu jooga Jabuuti iyo ujeedada uu Mareykanka u jooga sheegi doonaa marka ujeedada uu u jooga shiinuhu hadafkiisu waxa weeyaan in uu dowladdan lacag aan caadi ahayn siiyo kadibna waxa jira af wax cunay xisho wax wal uu wato dowladdaasi way sabay oo balaaqada waa tuhuma taas weeyaan midda labaad deynkiisu waa bila shuruud ma leh waxa yeel ku boornay midda saddexaad waxa weeyaan deynka uu ku siiyay marka aadi ay ku gasho adiga waad ka dhareegtay laakiin shacabigaaga ayay saaran tahay 1947 midda afraad waxa weeyaan haddaad bixin weyd maxaa dhaanaya wax aad leedaho uu suul ayuu qaadanayaa oo dhulka ka mid ah dikadu uu qaadanayaa wadanada qaar uu ka qaatay ciidamadii booliskii isaga xaku wada qaba marka wuxuu noqon doonaa dowlad maaragtay iminkana waxaaba la sameeyey istraatiijiyada shirarta ka sareysa socota oo ah inay degaan afrika ay dumarada guursadaan kuwan afrika degaya dumarka guursada ma taqaana waa dadkii xidhnaa mabaha dad nadiifa nadiifa maaha aada lagu keenay waxa leeyahay halkaa kusoo neefsada jayna geeya caqliga jaynaha awooddii jaynaha maskaxdii jaynaha halkaa geeya marka dad baa qoraya rag baa qoraya si kale marka loo dhigo marka xabsigiisii buu soo raray leanno dad jeenuhu waa 1,300,000,000 dadka xidhan imisa aad umalanaysaa marka oo 34 million oo qof dadka xidhan waa inay meel ku nafsadaan adduunka looga sameeya afrika lehday meel lagu nafsa ah marka meeshaan buu keenayaa annagu markaa waxaan noqon doonaa meelaha hadhow toolo ay kasoo bixi doonaan madowdhayaa yar yar ay kasoo bixi doonaan markaasi jeynuhu wuxuu dhiminka waa la qorina 25 sano ee soo socota halkuu jeyna ka fadhinaya qaarada afrika waxaana loo bixiyey calaaqaad istraatiijiya baciidat ilmalaa waxaa loo bixiyey waa xidhiidh istraatiijiya laakiin fog
annagu istaraatiijiyad wax weeyaan inaan noola karno oo mareykan iyo reer galbeed baan cadibe meel ka noolaanaan helo iyo madaxdiinu fikiraya laakiin isagu wuxuu fikiraya meel idlaan in helay waxa nin baa qoray Faransiisa ardun khawa dul idlaa mid kale wuxuu qoray istaraatiijiyad aan lahayn marka dulan khawa istaraatiijiyad aan lahayn marka imatid adaa istaraatiijiyad la dhigaya adaa buuxinaya shuruudadii uu ku buuxinaysa kani kale tan lacag loo dhiibtay oo shaqaysanaya marka taas baa ya keesanaysa ya indami kadeenka lagu dhaco aad baan fahmay sheekhana badanaa haddii marka madaxdu wax ka hadlaabaan waxa wax badbaadiyo oo soo kaco oo wacyigooda inuu sare u kaco laga doonaa waa dadka shacabka ah maxay tahay mooganaanta ama maqnaanshaha wacyiga dadka reer Jabuuti iminka wacyigu waa wax la sameeyay weeyaan afrika saddex kibood baa la isticmaalaa waxaa la isticmaalaa sinaacatu lwacyi ya waa la sameeyaa wacyiga sinaaca sida warshada loo dhiso sida tekhnolojiga loo sameeyo yaa wacyiga loo sameeyaa meel aan wacyi lagu sameeyan wacyi ma jiriyo bal wacyi in la sameeyo lagama shaqeeyo waxaa laga shaqeeyaa in wacyiga la burburiyo hadmu lwacyi waxaa laga shaqeeyaa tashwiih lwacyi inuu wacyigu burbursanada laga shaqeeyaa saa sheegi doon midda labaad waxaa la isticmaalaa binaa lwacyi wacyiga waa la dhisaa sinaacadu waa la sameeyaa waa in sunac laakiin waa maxay binaahu dhisid iyo xoojinti iyo kobcinti kobcintii weye waa arrinta saddexaad ee la isticmaalo wadana waxaa jira wacyi ma jirinba sida shiinuhu ahaan jiray afartan sano ka hor laakiin maanta wacyi uu jiraa shiinuhu markaa muxuu ka shaqeeyaa binaa lwacyi buu ka shaqeeyaa wacyi ku dhisaa iraan oo kale sinaacatu lwacyi lama sameeyo binaa lwacyi baa la sameeyaa wadanada qaar waxay ku jiraan samayntii qaarna waxay ku jiraan dhisintii mid kaloo saddexaadaa jirta waxaa tacsiizu lwacyi wacyiga waa in la gargaaro wacyiga uu dhisan yahay uuna jiraa xoojintiisi baa laga shaqeeya markaas annaga markaa maxay nahaysa dhibaatayn haysata waxweyaan sinaacadna ma jirto dhisidna ma jirto tacsiizna ma jirta maxaa jira markaa waxaa jira saddex arrimood oo kasoo horjeedaa jirta waxaa jira hadmu lwacyi wacyiga in la dumiyo dadku halkay wadan iyo ka noqon lahayn qabaail ba kayin iyo reero intaa reerka maasu waxaa kumaya maanta waa inaan reer madax noqdo meeshaa madax ka noqonaysid waa maxay waa meel haystaba meel xoraba maaha meel aad leedahay maaha meel jirta maaha meel dhaqaale jira maaha maxaad uga fikiraba inuu reerkaagu xakumo reerkaagu ma jire wadankiiba ma jire marka qofkii halkuu ka fikiri lahaa wadaniya wuxuu ka fikiraya qabaliyuu ka fikiraya marka waa hadmi mid labaad baa jirta oo laga shaqeeyo waxaa laga shaqeeya wax ilaahdo waxa uu bixiyey axadu lmufakiriin oo maarata afrikaana oo afrikanismiga rumaysa wuxuu u bixiyey waa horumarka beenaysan ya wuxuu u bixiyey atanmiya lmusawara waa horumar laakiin beenaysan waa juhuudta ka socota weyaan waxaa lagu leeyahay waxaa 12 sano ka hor waxaa la dhigay waxaa la idhaahdo dhagax aeroport laga dhisayo meel ubuqagteeda oo axmediin loo bixiyey ilaa maanta ma dhismin waxaa jira aeroport kaloo idhaa xasan guule oo la dhisay waxaa jira magaalo lada shiinaha dhisaya oo waxa weye waxay noqonaysaa adduunka meesha tuuristiga koobka africa o dhan oo la dhisay laakiin ma dhismin waxaa jirta waxa dhahdo jisri amba maaragtay xagooda waa la dhisay laakiin ma dhismin dhagaxbaalaakiin markaa adduunku uhaysta ina meeshaasa dhisatade ila safaaradaha joogay dowladaha joogay waa la furay mogta madaxweynihii baa tagay dowladii baa tagtay heesaa lagu soo dul akriyay waa lasoo noqday marka waa dhisatay ma dhismin waa tarmiya musawara waxaa taa ka dartay waxaa dhahay biij baan dhisaynaa u dhexeeya yaman iyo jabuuti oo madiinatu nuur la dhahdo 15 sano ka hor waa dhisatay mana dhismin waxaas oo dhan waxaa ka horeey waxa weeyaan binyada taxtiga dhismaha hoose ee dikadihii jidadkii wixii oo dhan meelahay maaragtay wixii kariifka marka la galla ilaahay naga maaragtay waxaa oo dhan meel bay maraan xumaa adduunka majaari lmiyaha baa dhaa soma hagee maraan waxaanaan adduunka hagee la dhiga waxaanaan dhigayno dhan xamaamkaan galayna meedhalayna hagee maraan adduunka ma waxaad aragtay magaaladan u baahan in biyo laga guro halkan ma jirta waa la dhisaa laakiin ma socoto marka waxaa jira tarmiya musawara
لكن ترمية لغا شغيني ها هرمار با داعي بل هيسال سمينا يا شغي ترمية أريد طلبة وطاويا أريد صدحاضو هاليس هاجرتها وحاجرت لما بدلان ويا بدحينوه ولذلك هيس إمك وحيد هذين قبوه زيدين بل هيسا كورا معنى 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 الشغي دوغا قبوه هبسيدين هبسيدين لا تكلمت يا ما تعلمون رتل مربان وكي قاركو دينو رتل مربان استيكنا العلم إنو يهي مردينت مردينت ولذلك مدحوينياش هوري أفريكانكو يوضانا دع عربتو حي أحايان اتخو إيمان حدث بني هذا بي أحايان وحي كيف فكرين هدار دي متديكو بدلي قف بي قولي جري كوضنا من قفك في القرآن وحي قولي أدو نول بكو بدلي أقولي بس ما كمار دي مانيبا عجيب xagarta ma imiga markaan soo galay waxaan akhrinay warkii Aljazeera ninka telefoon la dhaado doorasho galay aduun ku nala yaabaya 94 dibic maay ku helay 100 kiiba la yoon qal wax aqal galmaha ilaahay baan heli intaas ilaa marka adiga si xasoo ala sax iga sheekay bal annakana wuxuu helay 89 dibic ku helay marka waxaas oo dhan waxa laga yaabaa dadka daawadayaasha inay si khalad u fahmaan إلهي من هلين حكا وطا انت تصوى قوستان وحكا لك دي العالم أقل يوقت يا أقل يرويان إلهي يمسق فهر ميسر الدنك ها لنا عين من هده إلهي الدور الشام مقال ايه لكن يمسق فهر ميسر إلهي نجرو ولكن أكثر الناس لا يعلمون أكثر الناس لا يشكرون أكثر الناس لا يؤمنون ها ها النبي محمد ما هلا ينتا عمر بن الخطاب ما هلا ينتا تريد عليه لكن أديك أحبان قبل وخائن هنا هذه شيء بقول كيف أفرت كاش وشذا تبون مارتي معناها السيستم كسو إلهي وأبو هريرة سأو ما شقيس ما شقيس قلت لي ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين مركا بدنا ما أنا صعب حي وحيرو أنت الله جوستو مال ماريو سي ريفرنس قال له وين نقض بنكوي دي تفضل شيخ أهلا بك وك وعي يعني وعي وعي الآن تجتاي وعي إذا ما كان وعي الآن جبوت إلى دكتو موجيين يا تقف كبركو أبيه سو على شو كوجي وعلى بيها موجي هذا قبرت على بيها ور موج وركي موج تاعي سو نوا موجي تدكو موجيال ما حكده موجيال ما قلنا صح وحكده موجيال وحويان سيستم كأقوم تلو برتنا وسيستم موجي كده يا سيستم كإعلام كوشة كان هنا وسيستم موجي كده يا wax kala lagu qarqinaya systemka ay dadku mucaarad iyo muhaafid u yihiin waa kursi uu ma mucaarad u yahay ma aha fikrad iyaduna waa moogey marka moogeyal ba badan ba meshay wada jooga marka mushkiladda dhan ee dalka ka taaganaya tubaha ya iyo baratay faxa dabinkaas iyo dubaha waxa u dhaxeeya wacyi la'aanta moogeynimada u dhaxeysa ogaalkii oo maqana wacyigana waa qofka inuu fahansan yahay xaaladu maraayo waxa agtiisa ka socdo meeshu ka yimid hadda xaaladu maraayo iyo mustaqbalka eegistiisa istaraatiijiyad inuu la imaado isku wada herman kissinger wuxuu dhacda mufakir kan istaraatiijiga maraykanka wacyigu waa shan inaad iskiratid adu ko inaad garatid xaaladaada wadanka labo inaad garatid caalamku maanta siduu u socdo إلى أن أدرسي كرت المستقبل كما حاكو سويا أفر إلى أن تفهمت ما حاكو مرسل وتعدي هذا شان جالانجا أنت هذا سرقرتي مكاسا وعي له مكاسا وعي له أنت هذا لحبك أقول وعي مليد حتى شهادة دكتوراه يسيدو مرك واحد تكون نقول يسا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا لا تعلمون شيئا مركز ماذا استعمال وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة صدح من ما استعمال شيخنا إن محوية هاي تبغى سؤال عجيب كل السويدين كره أما محي تاي وتجدد أولي هاي أما لقي لي هاي دجالك الشينة هاي مريكان كا جيس كا جار أهان جبوتي ده هذا مرك الله يعين قلت وطنك الشينة هو وحال استعمال عبارة أعظم يا إمك على قوة سائدة وقوة السوكريسة كل بدا وإن لا حافظه ولو درس الفاظ لا استعماله ما كان تحليل أسماني شنو هو أول صوص عطوية وسائد كريعة مريخ هنا وقوة سائدة مريخ ودار عيما
وقوة الدون كمامش أو مامولكي كنت أجن مش يدي هذا كان قصة صعبة هو جانكي سرع كان قصة صعبة سعودا شنو هو وحنا ذا ومصنع العالم هو شد الدنيا بقول كيف صدق وح الدون استعماله شنو على مصوحة صح قال ثمها شنو هو وأود سن إيه لباتن جير لابد يكون إلا إمكا لاب لابته هرمكا هذا لا صعب شن إيه لباتن جير إيه لاب لابته هرمكا شنو هو وأود لابد يكون يصدن شن يصدن مريكا كدافيس دقالهان مركا شنو هو كيف كري دونيدن ماشي هتكدق له آوي سيادو إلى رأسي دارها على الدوه ويلا أكفي كلام وحافر يستي حزب جشينها حكومة وضياش الخبراء إيه وزارة داريمها الدبدة إيه جاشان دقة إيه دفاع إيه فدي صنادلا وحالك هنا ور أرنايا ماشي لو بهي وجبوتي وضحك وين عتقام ما حصل هالشبل تويت ما حصل صورتين بعد صدح الود بأخيراً كو هيدادين ووطن دقن كوية ألا ميلة دقنين لمبرتو ووطن باب المندب إساقا إيا عدم بادو فرنية إنتا كالوي أك فرنية حقا زيلا ويقرب فرنية بربرة ويقرب فرنية معاقو رضا إيرتيري ويقرب فرنية لكن باب المندب الباب كوحة فرنية ومحي وعدم يجبوتي الباب كي لقى جلاء ريد سيجر استراتيجي مهمة عارف تصدحات حاجة الدولة ربطة هي إم بدر إي دي بي النوى الأقبال يروح يكانة نين لعق قادنا يا ربا وحلو إيه هاي شن شركة دول بلا صوت لي ويمتي أوتمتي أوتمتي وكقادة وكقادة أوكي ولا براويني ولا فهمي مركب الله يا ري مريخ يخي وفدي الويري صديق بندورنا وحلوان وقال هاي لكن ماذا عندكم؟ وأكلوا ودي العق كم؟ العق وشاجن لا بقى من ودك على الصين يو والله بعطن مليون دولار يمد سك على الصين يو ولذلك هداد أخردي أود كشيد ما لها اللي بارستا العق تشينوه جبوت وسيوك كريستي قاعدة والله في خلاص هي قارو حلو وبقول مليون قارو حلو على طن مليون حكينا 14 مليون يا بقول مليون أنا وان باري وان أقادي وحوالي 14 مليون واحد قشها إن كيد كدولدة 60 مليون واحد وتكتها كيد خاصة أجرة بقول بقول بس كتاعي 14 مليون لا بدأ ترى واسح وياه وركب الله كاني وطن كي جيناها وطن كي جينا وصور دقائق مركزه وطن كي جبوتي يمدين مركز شنو هو هدف كيس محيي شنو مركا معوي مدى جبوش واي yes. وحويا وحويلي ومال أمنية واللبا وانا فخ سياسي كهير قلقا لها فخ ماشي محاد كالبديني طبين كي سياسي قها اي دبلوماسي قها اي استراتيجي قها ماشا وكهير قلقا لها بقر كي بقر لو الصبود رادون تطويريه مكعي كريان شير اسمه والي كريان لابد طلبات إذا ما يعود بدرنا ملايين. ما يحول هنا العقد قاطع. خلاص خورة طيب. بركة شبريككو وهو أو شنو هو بحياة سد حرمات هو بحياة قروض أماه وهو كروض بحياة مالجرين وهو كروض بحياة كرجال في آن واحد جبت عصية أماه عصية. أما هذا أنا بضم غير عادية ترى هذا مركز قلنا شيء دونه الله مهوب هي كركير مالجرين مالجرية مال قرار investment نعم صدق مهوب كركير وبيها وولد صعب مقرات مقرات هو صعبان إستاذ حاسي مركز مرة واحد لقوا شيء كركير مرة واحد لقوا شيء مالجرين مرة واحد لقوا شيء أما دينك ولا قا قرينا هذا بضم شريك سلوا أكينو شنو شريك استراتيجية مركز indaha uu ku eegaya shiinuhu
جيبوتي وحويان وإنباء استراتيجي نقالي لكن مرايكا عندو كو ايغي وعدك دو وطاشينا محيطا عندو كو ايغي مرايكا عندو كو ايغي عشينو مرايكا عند الله يدعه ده جيس كافريكو ده جيبوتي حكو ايغي عند الله يدعه ده امني وسكيورتي ماشان وحاد دقن مرايكا دولار كيسو محوكو عليا الدون كان مرايكا دولار كيسو محوكو حكو با وحالقو قطاع غاسكا غاسكا وقبضا دوحو كسبحا خليجكا خليجكا غيالا غيالا عليا خليجكا قديسة يا هدريهيسة قديسة وفرديا سعودة وفرديا مرايكا قطرنا وفرديا كوينا وفرديا إماراتكا وفرديا عمانا وفرديا لكن هدريهيسة وين وفرديا جيبوتي وين وفرديا وحييكا كبحسان يكو سوصع لا عقا موكا دفاعيا مركا استراتيجية دا مرايكا كو أمني ومركا مرايكا هدا لدقالنكا الكحيسة برعد بطيتكا يوم هدا إلى أنت بضع وهمانية بمارسها وحصلت يوم وجوكا برعد إذا جوكتاك مرايكا هو معي وأمني هل كوكية جوكتاك وشينو تنموي ورمركيس يوكبع يوكبع يوم مستقبلي وربين قارد أفريقيا لو ريغو مركا لبضع صعود حيسا labadan awoodooda iyo marku hadhu awoodda mareekanka kale ayaa sharaf tirkeed inuu yiraahdo waan idan la ilaalinayna inta uu sameeyay la joognay deemaysha badda iyo marba inuu la super partido sheekh en marka la feega marka dhinacaas kale waxay ahayd taas en midalan shiinaha iyo mareekanka gaar ahaan Djibouti maxay tahay jidada kale yihiin laakiin iyagoo ugu dhex dagaalamayaan dabcan laakiin sheekh bal isku kaaya barbar dhig marka labada awoodood ee Mareykanka iyo Shiinaha ee Djibouti dhexdeeda marka labada awoodood la is barbar dhigo horta inta aan taageerin barbar dhiga aan ku bilowno waa sax weeyaan horta jeenuhu wuxuu leeyahay een qaaidad weyn oo askariya waxay raadaan een waxay tahay qaaidad ugu weyn ee kaliya ee uu maray jeenuhu dibadda ka dhistay siyaasadda ciidanku aqoonsi leeyeen ciidanka Mareykanka waxa dhacday ciidanka Shiinaha waxa dhacday ciidanka xoreynta Shiinaha ciidanka magaciisa saaba jeesho taxriir معناها waxay rumaysan yihiin jeenuhu inay wali xoroobin oo dadul ba kama qantay walo kala kama qan jazeerada kama qan sayagu amsayeen baga maxay amsayeen ma kaayne jeesh aan wali xoroob wadan aan wali xoroobin ciidanka baga ma jeesh ma dhada jeesh tahriir jeesh iyo xurriyada marka jeeshka aqoonsi maxay ahayd waa difaac iyo xoreyn inuu shiilaha difaaci inta xorta noqotay inta maqanna inuu soo xoreeyo labada bay falsafadii soo hayd laakiin kuma jirin falsafad sax ah oo toosiic isbalaadin markuu noqday quwad dhaqaale oo caalami ah waxa ku soo biirtay isbalaadin isbalaadin waxa uu doortay Djibouti waa meesha qura uu ku leeyahay qaacido waa meesha qura aqoonsigiisa uu ka bilaabay cumarku cusboonaysii ahayd isbalaadintii leena fanta barta sax ah marka shiru maxaanunay waa qaacidada ugu weyn adduunka uu ku leeyahay Djibouti Djibouti Mareyka kuno wuxuu ku leeyahay qaacidada ugu weyn Afrika. Ayuu ku leeyahay. Midu kooda mid dawayan. Mid labaad. Afar kun ba u joogta Mareykanka Djibouti. Shiinahana waxa u joogta 10 kun. Mid saddexaad. Shiinuhu waa quwadda labaad ee iibisa hubka Afrika gala gaar ahaan Saxaraga. Afrika qaraha saxaraha waa quwadda labaad ruushka ku xigta marka Djibouti waa meel laga qaybiyo hubka waxaan soo fadhay maaha soo fadhay hun in soo fadhay hun hubka ku qaybisa ayaa meesha ya ka dhacaysa halka uu qaybintaas oo ku saabsan ganacsi iyo gadis oo ganacsi iyo gadis iyo hubde asiinaysa jabhadahaaga iyo dadka adiga ku dagaalami doona waana ka saddexaad qaarada kale Afrika inta kale Afrika gana qaybta saxaraaga wuxuu yahay wadada la ruushka ku xiga inta kale tan wuxuu ku xiga ruushka iyo faransiiska ku xiga wuxuu noqday ka saddexaad waa jeelahay kartay okay hadafka wadaas ku muqaarna waxba ka sheegnay
maraykanku wuxuu rabaa sidoo sheegay inuu dagaalamo argixisada hay maxay baadadka badda casna ilaaliyo shiinuhuna wuxuu yiri hadalka soo socota waa muhiim aad qali waa in lagu qoro qalin dahabiya si loo fahmo wuxuu shiinuhu dhageysto wuxuu ciidamada jooga jabuuti waa jabuuti waxa shaqada yajibu alayhim waxa waajib ku ah inay karti u yeeshaan inay is ilaalin karaan inay karti u leeyihiin inay is ilaalin karaan naftooda inay ilaalin karaan kartay marka maxaa jira meesha maraykan baa jooga ciidamo kale jooga waa inay iska ilaalin karaan laba wuxuu yihi waa inay ka hortagi karaan weerarada ay soo qaadayaan irhaabiyiintu ababuracbadadku saddex waa inay ka hortagi karaan dagaal kaga yimaada ciidamada lokaalka wadanka jabuuti qoran tahay aw alquwaat almusalaxa almaxaliya wuxuu yidhi waa inay ka hortagi karaan ciidamada ajnabiga ee wadanka degan alquwaat alajnabiya waa inay ka hortagi karaan marka ciidanka shiinaha ee jabuuti jooga maxay qabanayaan afartaa shay bay qabanayaan way islaalinayaan waa kow badda ilaalinayaan waa labo ciidamada jabuuti bay iska ilaalinayaan waa saddex ciidamada ajnabigana iska ilaalinayan waa afar wuxuu yidhi markaasi sheekhaasi ninkaasi istraatiijiyada markii la qoraya waa inay karti u yeeshaan istraatiijiyada shiinaha ee dhaqaalana inay ilaaliyaan oo ah dariiqiyaan sheegayna xisaabkii amniga maaratay xariirkiiwaa inay ilaaliyaan wuxuu yidhi ugu dambeyn waa inay ilaaliyaan danaha ugu weyn ee ruus shiinuhu ku leeyahay bariga afrika oo inay ilaaliyaan intaasoo dhan bay ka shaqeeyaan ilaa iyo khaliij carabi okay americana iyadoo amerika waa quwad baxriya hadafka istraatiijigu muxuu yahay waa sinaaxatu ridci waa inay samaysa kacabsiin waan joogaa waa in la arko stuulkeegii maraakiibteedii xooggeegii waa in la arko marka waa abuuritaan cabsi iyo miisaan inay samayso iyo u joogtaa meesha shiinuhu wuxuu isagu leeyahay marka intay isku jiraan mataqaan labada qaacido waxay isku jiraan todoba meel toban kilomiter bay isku jiraan meesha ay kala fadhiyaan walidaalika waxaana ka dhexeeya dagaal basaasnimo maraykanku wuxuu diray dayax gameed faqad ilaaliya dhaqdhaqaaqa ciidamada shiinaha ee jabuuti jooga faqad wuxuu iminka soo saaray inay dhisayaan sida qasa inay dhisayaan anfaaq godad dhulka hoostiisa badda xataa hoos maraya nafaqan fi lardi badda xataa hoos maraya bismillah iyay dhisayaan anfaaqdaasoo saddex daraja ah iyo wadaan xataa uga soo baxday maraykanka inuu shiina meel kale u socon haduu mar godka batay dee godad buu faqday iyo anfaaq jabuutina ma ogo laakiin waxaa sawiray bahalkaa sawiray dayaxgamcaeedka maraykanka sawiray waxyaalada kaleeto oo ay ka shaqeeyaan ciidamada shiina wax weyaan waa sariqat almacluumaat informationada inay xadaan oo ay ka xadaan diyaaradaha maraykanka kuwa bilaabeeloodka maraykanka hubka maraykanka dhaqdhaqaaqa maraykanka oo dhan walidaalika maraykanka wuxuu iminka sameeyey isaguna waxyaalada imanaya jabuuti oo dhan waxaa qarash uu geliyey in ay wataan wax difaacaya oon la sawiran karin didda taswiir waa dhaqaalihiisibaayay ku biraysaa cabsi weyn daraaddeed wuxuu ka qabo marka waxyaalada uu soo degay jaynu wasa bal waxay aaminsan yihiin ciidamada maraykanku inay kartida uunan u lahayn ismaaciil cumar inuu ku dhaahdo waxaa ha sameynin bal uu samayn karo in haddii lacag la siiyo inay qaadan karaanba lomuniye meesha ciidamada maraykanku degan yihiin hadday dhahdaan lacagtan qaado naga qaad inuu oran kara maraykanku iska soco hadduu ka helay inay iyagu ilaalin karayaan marka makhawif fara badan yaa jirta maraykanku soo wajahday wadanka hayar ee jabuuti dhahdo isagu kusoo horreeyey shukran sheekhana labada wadan ee marka sidaan u waaweyn maxay
وقار نقضين جيبوتي وعي وتقيل أيهين وضمضة كالي قيبا بفضانا كميرا وكسو شاكين وكسو شاكين صدح الوم بقدرنا على ماذا قدرنا كالي صدح الوم بقدرنا ومهمة أريدو كواد وحويان جيبوتي وحاك جرا ميلا ديارة أو لقاذن كرو أو حلوك دول لسي كرو محاك ندهي حراد عميكا مرايكو قاتل لأمونير عدو فرسيسكا لانجري وحراد سن او على بالاهيد بريكو بلاريو و هاجتو مكا قاعده ديس مكا وحاجه ارضيه معده ولا سودو يكرو ميد لابد بد جبوت وحرده بلا بلا كدو تو واحد كميده فقيتان ما بره بره ميلها قركوت و الهي بفقيه و غوندار بلاده ها مكا مراكيب تاي سو تاي كرتبه مولا شيدا دير مولا شيدا دير تاسو و و كنت اريد صدحات او كنساتي وحويان وسياسة الدولة وأه مزيد من القواعد مزيد من الأموال سيدة جبت معي يا سلقي بدن يل دقالب دقالب بدن مكان صح مركا نية ربري حكومي جري أيربور جبت معي يا ليلي والوضع كي مرحب بوسع راي دقالب حمي معي يلا ويروح نوح رمي جري إلا جبت لنا يبينا ما هنا واو مركا وإيب in wadanka ee leebsho taas ka saarisa markaas marka maxaa keenay inay ciidamada yimaadaan saasi arkayaan wadanka jaarka amadeed ka soo qaad Soomaaliya madigalo wali eritreena diktator ba jooga si ka daray diktatoriga Jabuuti ka sii daray oo uu qarbi go'da badaa waana jooga dal qarbiga qarbiga soo jeedaba marka taasina uma ogolaan inay maratay ay keensato midda saddexaad waxa weeyaan waa waanin aanan dhaqaale jecelin nabilaa eritreen dhaqaale ma jecelo wadanka waxa ku shaqeysta luqad kale marka luqadaasina ma soo dhaweeyso dad qof dhaqaale cagsida marka uu madaxweynaha Jabuuti uu tagay Ismaaciil Umar Faransiiska Hoshiinaha oo qalaaday oo Obama marka joogay Obama wuxuu yeeray madaxweynaha Jabuuti wuxuu ku yiri maxaa ku adibay inaad u yeedhid Faransiis wadanka dhaqaalaha ugu yar buu sodon ma shan iyo sodon milyan baa la sii jiray marka lacagahan waxaanu ku laba labayna shan lix ma ka dhigana مليون فرق دولار كجيب دولار أمريكا ما حد كقبطة هنا هنا دوجي ست شينا ما دوجي ليه وكيد وصل لامي بعد اللي حبلوا شينا يدوا ولذلك وهو قرر إن أمريكا إنه كونغرس هنا وهو قرر إن الأمريكا كرما حتى جيبوتي كسر له نوارا كريا ولذلك أمريكا وهو دراسة يا أمريكا سو وطن بربرو كريا سو ده كلا دراسات كوالد مي هيرجليتون بعد in loo guuro mubaaday wadaalka qadanka qaar waxa akhriyaa inuu imaaraadku diyaarinayo si ugu soo guuri la mareeka ku een barbara yaa waxa soo dhex galay qaralaasadii dagaaladii go'jacad iyo xayawaanka soo galay oo waftiyo u diray meel fiican ay marayso ee sheekhana waxaan ku soo dhawaanay gabagabadii waxaan joojin doonaa haddii Ilaahay raado kooda iyo badka markii halkan ka tahay waxaan noo dhiman ku dhawaad 6 daqiiqo ilaa 7 daqiiqo ee su'aasha kale oo rabay inaan ku weydiiyo sida dadku is weydiin karaan inay tahay dhaqaalaha Jabuuti wuxuu ku taagan yahay sidiisaba sahay waa su'aal muhiim ah taas horta waxa jira istaraatiijiyinta Mareykanka oo khaasatan khubarada maalka wax badan ma jabuuti ka qoreen waxay leedahay Jabuuti waxa ka jira fasad maalka oo caadi ahayn waxayna ku tilmaameen wadanka toddobaad ee adduunka ugu fasad khubarada Mareykanka arinta loo saaray labo waxay leedahay xukuma waxaan ilaahdo maartay in la xukumi karo lacagta iyo baamulka iyo lahab way maqan tahay saddex weyn nidaamka siyaasiga ah waa nidaam fardi ah oo loo ogeyn Britain halka ku dhamaanayo afar waxay raadeen deynka wadanka haystay boqolkiiba 120 buu gaaray deynki waa dhaafay waxay wadanka yaalay oo soo wadanka taalay deynka ka badan ta kale waxay raadeen qoyska madaxweynuhu waa buqurtooyo aan la ilaalin barnaamijka cuntada caalamiga ah wuxuu soo saaray 179 mujtamaa Jabuuti faqri buu kulli la soo gashay oo ku shigay doonaa wadanka 204 tan qoto wax ku dhawayd tahta faqri bayeen faqri mudqi
بقول كي بس عشان أنت ده وضعك لو قعدوا دي بدل كيلا بقول كي بأفرت أن أود كونت دي بدل كي بطا بقول كي بكونت أن أود بيو دي بدل كي بطا سواحة ما ما أذكر والدراسة ده يا سمي النظام أنت عالم يا سمي يا تاني سمي ومارتي وأرينا نبها هنا هنا سكارة أروح أقوله فحولي منا سؤال شادي هيد إمكا هذان أقوله إن دقالها إمكا شنو هي حقوس اللي سيها أفر حقوس واحد هذا سيرفيس وضكوا هذا سيرفيس والله حقوس اللي سيها هي عشر بحن صدق حقوس اللي سيها هي جرجر مساعدات وحلو قدرة نقالها وضك القدرة المساعدات والمنح والقروض بنا أفر وعقوز اللي زي كراء كراء إذا ماذا مثلا لابد يكون يلا باتن وحي قادي بقول سقال يلا باتن مليون أو دولار أو كدقان بقول كي بس دي يتبان دخل إذا وضك كراء يعني وبرك بقول كي باربع يا أما خمس ولا غير سامي خمس مريء قوة بحياة صدح يا فرطن صدح يليهدن مليون دولار فرنسيس قوة بحياة فرطن مليون دولار شينو اللي باطن مليون بعبرا قارنو هي عبران محان كايري بقول مليون جبان كي يترياري وليح مليون مثل بحياة لبودة سكون جران وحال مركا قدرتها كرقارة مشاريع ده أو طبان إلا اللي باطن ميزاني ده دولو ده marka dhaqaalaha wadanku waxa soo sal ku haya walidalika wadanada qaar waxay qoraan ama jaraa'idka qaar waxay qoraan francisco kale madhawid uu ka sheekeynaya arimaha maarta dhaqaalaha jabuuti joornaalo badan iyo khubaro badan ay qoreen waxay qoraan wadanun bila qawaa'id siyaasiya wa wadan aan lahayn qawaa'id siyaasiya oo dhaqaale kartay malee wa wadan si qoranaya gargaarka amaahda imaaraadka أم بكويت أم بسعودية كإيمان دونا أم كإيمان كرايا داما سو تقل أي تهي أهلو سو قرية أهلو أحسر طمية سو حد فهمتين ما محاب بديل كاو وانكو شيء دونا مركة تغسيب وأنا ما هدا قالها وضعك هايستا حاجرة عبسي بدرنا دلك هذا حاجرة مقال آذ وقروح بدر أو قري جنرال نطاف برداد وخليجية محولي جيبوتي وميل كنول سلكي ده عسكري كنول يقري محولي وحيرات يقعب سي وحكم ده مساحير مساحير لا باتكونو كيلومتر أي نضوف ده عن عيدمو طبعا يكون ازدحام ما كجرا والغو بغضي هاي محولي وحكر جنبو التخاصم استراتيجية الله الاستراتيجية كجربولي واسكود الريان أو ذو وين أريد أفراد وحيري وحامقا دولة أرمها كلا وضي كرتا وكلا وضي كرتا يضنا وهم مقال تهيبولي ولذلك نقالها الجبوتة داك وسوع شوحويا وخدمات والسيرفيس استثمار مال جرين وضانا دقاء رئيسا ميان قواعد عسكري لعتك إيمان يسلسل اللي يضا منح قرقارك مساعداتك يا كرادة تاسكو سالسنطة كرتي إن واقف فهمي ما تنوح كسر شيء كيني إن مثلا مريكان كأي شيء نها إيوه وحيابها صارن دل كان وحو حرير جوني على اللي هي لو قدي سنة قاد لو قال الله درك فرنسيسكا مركا عاوي دولتي وينيد إيه فرنسيسكا محي أمو قلنا له لابد يكون يا سجال يا طبقي مدحوين ماكرون جوتي ويبدي سيارة خاطفة وجدوا لك لها كذبوا نقضي إميكا لابد تمني أفر لبعتن لبعت كون أفر لتوها تجيب متعويل الجيل لابد جربوا تجيب مرة بوقش وقطعي مرة أوش أحونا وجوه هاد نص شديسة مرة أوح وقطعي مركي دودة كوك كباي باكي العيار يبوها أولمبيكي أولمبيكي ها ويكل ما كاودي ماكرون وحات هالي دوت أذك أه إذا ماذا فرانسيسكا وقتها أوبيري
madaxweyne geelna wuxuu lahaa mimba beeran ee laba sababo daraadood waa cajiib dadku hadday la socdaan wayna xayaan dad qaar batag ma qabanaya laba sababo daraadood ma beeranayo lacagta aada bixisidee kaladoorta way yartahay labo xero weyn oo jabuuti ku taala oo meesha eeroon ay dhacdo ku taala xeradaana soo wareejiya anakana sii xeradu meel istraatiiji ku taala qurux badan anakana sii markaa waxaa ku jira wuxuu rabaa inuu ka dhisto madaxweynuhu hoteel isagu uu leeyahay shaqsiga wax kastii oo Faransiisku lahaa uu bixiyey shaqsi baa loo bedelay dowladda jabuuti wuuna siiyey Faransiisku waxa uu ogyahay uu diiday ma bixin dhagu laakiin waxay ku noqotay qasab waxaa lagu xidhay in ciidankiisii loo biiriyo waqtiga inuu labada shay bixiyo sharuud baa laga dhigay shardigii uu ogaa Macron marka hagu ku maqan yahay dowladda Faransiiska raadkeegii ta'siirkeegii influence-keegii halkii ku maqan tahay su'aasho sabma horta waa inaad ogaatid dowladda Faransiisku inay tahay dowlad sii socota oo soo kacayn maanta doorashadii Faransiiska ka dhacday waxaa laga soo saaray inuu Faransiisku yahay awood dhacaysa hadday tahay dhinaca siyaasiga hadday tahay dhinaca dhaqaalaha doorashooyin maqamaata mudaharaad ka dhacay duleeyahay mudaharaad qeyri caadi Faransiiska socdo boqol iyo lixdan kun bay gaadheen Paris dadkii baxay maantalooto wayna sii biiri doonaan waxa weyn waxaa keenay in Faransiiskii u kala baxo saddex awoodooda waaweyn midig fog bidix fog iyo dhex maalay cali ah bidix fogna waa awood bidixfu waa awood laakiin dhexdii xisbigii dii gool yaa burburay oo maalay cali noqday waa xisbiga Macronna uu madaxa ka yahay okay marka Faransiisku wuxuu noqday awood aanan jirin midda labaad Yurub oo dhan baa noqotay qaarat alcajuz sidii dimasvelt waa qaarad duqoodi mustaqbal ma leh qaarad yurub Faransiiskuna mustaqbal Faransiisku afrika dhan baa kuwaas baxaysa waxaana ka saaraya waa ruushiya shiine iyo turki yaa ka saaraya iska daa maraykan marka isaga Faransiiska uu arkayaa geel inuu yahay waxii socda marka shuruudu ku adkayaa Faransiisku waxa uu isaga tarasul awl tola Faransiiska shuruudu ugu adkayn jiray ana ka tanaasul jirnay dowladda xasib guuleed imika waxa tanaasul yahay Faransiiska sawna ku adkaraya ilaa ay soo gaadhay xerada eero ku taalo xeral meel ay qaanu adu qurux badan wayaa oo badda si fiican ugu taala uu dhig soo wareeji oo ogolaaday inuu soo wareeji wareejigtu ogolaadayna uu og yahay Faransiiska ka tagaysa wixii hore u bixiyo dhawaa dad baa qaata shakhsi ah kan inuu shakhsi qaadanayo ogolaaday marka kan isaga qaadanaya wuxuuna ka dhisaya hotel weyn ee dhawdo jeenaha uu joogay dhaqtaraduna way sheegeen isaga wajigiisa waa ka arkaysay in uu yahay qof aanan caafimaadkiisu una buuxin madaxweynaha haddana wuxuu ka fikiray inuu hotel la sii dhisto kan noloshaas ay jirtay qabadaka ajeeb ugu dambeyntii waxaan ku soo gabagabeynaynaa su'aashan dad badan oo reer Jabuuti ah waxaa jirta qurbajoog ah qurbajoogtaas wacyi ahaan waxaa laga yaabaa inay dadka gudaha joogo ayaga maadaama ay dibadda soo joogaan wacyigooda uu ka duwan yahay wax yar dhinaca dhageysiga adduunka soo u shaqeynayo iyo waxyaabahaas iyo mustaqbalka muwaadinimo badanna way ku jirtaa markaad la kulanto dadka qurba joogta ah ama Mareykanka joogaan ama Kanada ama Yurub ama meel kale doorkoodii halkee buu ku maqan yahay marka laga hadlayo Jabuuti iyo mustaqbalkeeda sa suuragal ma tahay dadkaas qurba joogta ah inay isku xirmaan oo ay u soo jeestaan dabaadinta Jabuuti dadka qurba joogta ah saddex bay u kala baxaan shaqadooduna saddex u kala baxdaa waxaa jira qurbajoog munaadiriin ah oo gobolnimo doona waana inta ugu badan reer Jabuuti dibadda joogla ana wadanka waxa uga soo baxsaday boosaas ama caarad marka gobolnimo doonaya kartay marka kuwaasi waxayna leeyihiin idaacado badan telefishinno badan meelo badan internetka jihad bay ku jiraan iyo dadaal bay ku jiraan iyo hadal bay ku jiraan dagaal waa qolada waa qolo yar kartay qolo labaad baa jirta qolada waa qolo cajiiba wax weeyaan waa qolo aan midab lahayn mucaarad maaha muxaafid maaha waxay ku leeyihiin wadanku wuxuu yahay laakiin maxaa samayn karaa haddaan hadlo hooyadii baa mishaaha lagu goynayaa aqal aan leenaha la qaadanayaay wuxuu isku qiimeynayaa wadan iyo wax yar isagu haysto marka dadkaasi midab ma leh cabsi baan u keenaysa laana dowladdu waa boolisiye dowladdu boolisiye anu waxaan ku oran karaa shantii qof ee reer Jabuuti ah qofba mukhaabarada miisaaniyada ugu badan ee wadanka waxay ku baxdaa mukhaabarad sirdoon bay ku baxdaa arrinta qorada soo hadhay koobaadina waxayna waa in yar oo dawladda la shaqeysan
وبقول كي بس سجاشن مشارك الدور دقاطة حاجة يقول سقف ده يقول قلب جوجا يقول قلب جوجا مشار كامل قاطان قرب فهميه يقول سقف الله ما دقف ما مشار جبوت قاطان وقولوا أي قاطان بريم عرضه مشارك في الرعي يا أي قاطان وحكم ما يصير عنو نوريه حوال الله شو أنا وحيد ولا أنا قاركود دتك الصمار دول عقبه يدرع لكن يجبت العقبه الله صدره وانت هير مركا محافظين وانت هير محافظين تا انت اس محافظين تا محيك الشغير مركا بقول كيبا افرطن ان كله وابتاسين واجواسيس امي قاني قا سويدان باتي سويدان مركا انجوغي روحة تقي الشيخ كرو عبد الرحمن برخد لغو ايمن دون ان شاء الله كتاب قريب كتاب قيسة فافيني حقا ما قاش اقنا بو قيسة مالتا labiyo tobanka insha Allah inuu ku maarato kuliga xabirtaaga wakiil doonaa markaas ninkaasi markuu iimaanaya wuxuu iga dambeeyay aniga 15 cisho dhaxdayadii waxa yimiday in madaxweynuhu adeeru yahay oo la soo diray wuxuu qabanaya rejibuuti oo fuqaraa wuxuu kale yahay maalgelin wadanka kale gashada dul baan la siin lacag baan la siin marka waa dagaal yani aniga oo meesha iimiday iyo ninka imanaya kala sheekha lagu la jiray weeyaan ah wad garatay somaha kartay markii qaar kood meesha aad aan tago waxa imanay muqabarad ka inoo dadka cabsiyo lagu tala galay dadka ku imanayaan ba ku dhageysanaya ama ku soo siyaaranaya inay cabsoodaan baa la rabaa ay kala dhuntaan ay kala dhuntaan dadka qaar waxa la leeyahay madarka lagu gusweeyaa ajeeb soo xagartay ma hooyada ma siyaaran karis ama ma siyaaran karis marka laakiin maa dalika ragba jira adag oo bandhigay oo badan oo idaacada sameeyay Canada ka sameeyeen Faransiiska ka sameeyeen waxay ka sameeyeen maarta Sweden waxay halgamaan waxay ka sameeyeen London marka way halgamayaan way dadaalayaan insha Allah ta'ala waana inta ugu badan wayaan 480 milyan karaan kuwaasi kuwa halgamaya yaa badan wacyina wacyiguna uu soo kordhaya laakiin mushkiladda ugu weyn ee wacyiga hor joogay wax wayaan oo inaan sheego aan markii hore ka soo booday waa geedka chat kala dhaado amba qaad kala dhaado dadku qaadka wax u cunaan waa lagu saxraamiyaa sidii shiinaha ingiriiska yurub ay u saxraamiyeen iyagu ka cabsoonay maxay Napoleon wuxuu dhigay yuu ma antastayqid asin nakhafu li Europa maanta jiruu bararugo Europa jiruu raas soo tiiba la dhigay marka drugs ay ku aan lagu saxraamiyo waa drugs boqol milyan qof baad drugs cunay jirtaa oo jeena baatan boqol kiiba sagaashan shicibka Jabuuti oo barjeen yaan saaxiib jimcada kaliya baqna aan la barjeen jiray maamaha kale lagu soo daray hadana todobaad cishaba waa la barjeen yaa ajeeb galab walba subax waa la barjeen yaa habeen kale barjeen dadka barjeen yaa dadka noosh waa laga saaray ilkiiba madhay marka dadku wacyigoodu baso ma soo joodi karay waa lagu tala galay la feelan ama qof sarkaan sanba ah marka la qise dadina faro guuda ku jirtaa jira baraarug baa jira siyaasadeed laakiin waxa filayna inay ina 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 buugan dadku akhristaan buugaasi waa buug muhiim ah turkiyaan ugu soo jeedayd waan akhriyay waan dambeeyay alxamdulillaah waxa uu ka hadlayaa nin kasti oo dal badbaadiyay xukuumad badbaadiyay siduuna badbaadiyay waan ka kitab muhiim ah soo lix daraasad soo qaad soo qaad lix nin oo daraasad ku soo qaadaa lix oo qod ma ku tajir ma ku jirtaa marka tajir laakiin lix oo gaabiya ku jira شكرا جزيلا لك شيخنا اديادة يوم هات سنتاحي سيدا ادفع فاهي سيحوشاس انت برنامج كان وكلا هوانا ينخو كل مينو اديادة يوم هات سنتاحي بارك الله فيك جزيلا غير داود يا البرنامج كمانتي انت سينكو اكانينا انت برنامج كان وكلا ينخو كل مينو انا محمد الدين شيخنا عبد الرحمن بشير مفكر كاسلامي ايو صاحب كيسية سعيد صالح كل جين لمانتين اذا كان انت نبا وحن نقاقتك الناس سيدا في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته فرنتني waxay kaaga imanaysaa Hanbin Health hadii aad ku nooshahay degmada Hanbin aadna u qalanto caymiska caafimaadka ee Medical Assistance ama Minnesota Care Hanbin Health ayaa ku caawin karta caymiska caafimaadkooda wuxuu daboolayaa daryeelka caafimaadka ilkaha iyo caafimaadka dhimirka sidoo kale waxay ku siinayaan faa'iidooyinka jimicsiga sida booqashada dhakhtarka iyo adeegyada kale ee laga yaabo inaad u baahan tahay sida cunada iyo guryaha waxay faahfaahin dheeri ah booqo hanbinhealth.org